طيب سؤال، عندي سؤال. لو جاتك 100 مليون ايش بتسوي؟ لو جاتني 100 مليون اول شيء اسحب عليك. لا والله لا والله اول شيء طويل العمر يسوون عني انا تصنع مثليا مكتبة العروسكم. اول شيء اسويه بال100 مليون هذه ابغى اسافر طياره، وما هو طياره لا ابغى طياره خاصه طيارة. عشان اوضح لك شيء، احنا الحين في الجلسه صح؟ ايوه. رحت انت يا قلت والله ذكرت شغله، تروح لجوالك في ذا بتاخذ النقاط بالنقاط، فتحت القرن مليون 100 مليون في حسابك. اسالك بالله يا ابو جابر، اسالك بالله، ها تنطق بالحق وش بتسوي؟ والله بطلع من البوابه بطلع مع البوابه هذيك يا ولد، واروح المطار على طول سيدي. بتقول السعودية تيبي ارسل لي رقم حسابك. اول شيء على طول هذا كم شرط جزائي؟ 200 و300. بعطي مليون شرط جزائي، خذ مليون خلاص عقب البرنامج. اسالك بالله انت تعدس؟ والله لا اعدس. ايش الشعور؟ والله شوف، باخذ ال 100 مليون بروح عند البوابه واقول شوف انا بسافر لا تشغلني، تواصل معي وانا جاي. حلو. اروح المطار اخذ لي احجز لي طياره خاصه فيني انا انا والطاقم حق الطياره بس. تاخذ جوالاتك الاول وتخليهم واخليهم يعطوني لا كلاود احتاجه، يعطوني كتاب فيه يعني الاماكن الزينه والحلوه، انا اتمشى اقول ودوني هنا ودوني المكان هذا. حلو. اقفل الكتاب كذا انتظري لين يوصلني المكان، افر وافل امها يطيل العمر السلام وارجع. بس اذا رجعت شو اسوي؟ اذا رجعت بكون يا ولد طفشري ذري، ما بطفش. وش ترجع لخرب بيتك؟ يا اخي بقعد افكر يا ولد، هذه ايش الشعور؟ هذه ما كسبتها ما طيب ترجع شو تسوي؟ برجع اشتغل على نفسي. يخرب بيت ليش تشتغل انت؟ اشتغلت عنك الفلوس. طيب تنتهي صدق والله. اطمح لل... لو تقعد تصرف تدري لمدة 10 سنين كل سنة مليون ما خلصت؟ لا كذاب، 100 يوم خلصت اليوم 3 سنة مليون. سنة ثلاث سنة تدفع مليون وجه صرفية ذي البلاش 100 مليون ايه؟ في السنة تدفع لو تخسر السنة فيها 360 يوم. أقولك في السنة مجموع كم تصرف؟ أعتقد معك 100 أقل يا رجال. شغل يا والد. أنا مشكلتي يا طويل العمر السلامة، أنا رجالني يا طويل العمر السلامة كريم كفو من كرم الله سبحانه وتعالى. يا سلام. في لا انا اطل باي يمين، اعرف نفسي انا اطل باي يمين ونطل باي يسار، انا اطلبها قدام. حلو. فلازم طيب اشتغل عليها عشان ما هذا اللي بتسويه. ابغى انطل يصير لها اعاده تدوير ترجع لي ترجع 100 مليون. هذا ايه حلو. وانت من عجب اتشر زي كذا عند خالد فوق عند خالد عرفت، واركب الانترا الوسخه. باقي تركب الانترو؟ اي سي واحد يوصلني يا ولد. ما في معك 100 مليون يا اخي، تجي تاخذك هنا جي كلاس ولا مرسيدس؟ إيه. تجي توقف عند بابا وتاخذ منين؟ ولا اقول لك ما ابغى مرسيدس، ابغى كليكوبتر. تجي كليكوبتر؟ ما هو كليكوبتر اسمع اركب الانترو. لا كليكوبتر شكله اغلى من الهليكوبتر. اسمع طيب اسمع ابو جابر، الانترو وسخه وقف المعارض القادسيه نزل اضخم سياره ونفسك راح تغير. خذا فكره غبي، يروح معاه القادسيه يا اخي، روح وكالات غاليه يا اخوي. اما وكالات يا اخي فقراء يا اخي. لا بغير السؤال على قب كليكوبتر، لو جاتك 100 ريال شو بتسوي؟ 100 ريال بسدد المغسله. حتى المغسله اغلى. بسدد المغسله باقي مديون، عرفت؟ بطله يجي طالبه. خبيت كنت، لا هذا صدق بعرض القادسيه يقول بروح. يا اخي ما والله غلطان اسالكم. منين من فين اجيب سيارات؟ يخرب بيتك تستهبل انت والله. أشوف. ما تعودت تعود اخذ مستخدم اروح افحصها بعد. طيب شغله تحت الحراج. انا يا طويل العمر السلام 100 مليون اذا رجعت من هناك بشارك في المزايا. زين ايش؟ الو يا بنا. ايش عندك؟ اروح يا طويل السلام واشوف اللي مشاركين كله. صدمتوني يا عيال بتفكير. تبغى تفكير كذا محبوك؟ عطنا ابو مريم. صل على النبي. ابو مريم بالله صل على النبي. ايش الشعور؟ والله تشوف الجو ذا انا احبه. شوف ايش بديتها لكم انا. انت تروح الحين تروح بنقاطك عند الاخوات. طيب. على انك بتاخذ الجوال. فجأة ترنن 100 مليون. 100 مليون. اولا يغمى علي. تتغير لون البطاقة تصير سوداء. ليه؟ قاعدين في السيجنتشر. ما تعرفها؟ لا والله. بيض الله وجهك. وجهك وش؟ السيجنتشر هذه اعلى فئة. في البنك يعني الرصيد فيها عالي تتغير كذا من نفسه. اول ما اشوف الرساله بسجد. انت ايش درك بالسجود؟ واسجد كذا السجود. شو ها ايش درك نلعب بالفلوس؟ هنلعب نلعب بالفلوس خلاص. ايه المهم
اطلع من غير ما اعلم حد، باخذ بس جوالي بس عشان ايش؟ امشي ايه. بركب الكريلا ضروري، بركب الكريلا سيده الى معرض القادسي. لا خريص في وكالة الجفالي. اوه الوكالات كلها هناك. وش تبغى من الجفالي؟ بدخل ما بسلم لان خلاص يعني جون العظمه. اسلم من حقك معي سلام سنه. طلع المفتاح اللي في اي مفتاح، اهم شيء مفتاح نادر جي 63 بلاك اديشن نايت باكج، شيء فل الفل. داخليه وش هي؟ احمر نفس لون مركز القياس. يا سلام عرفت من الكافة. اطلع ما بطلع مع البوابة، بطلع مع القزاز واكسره كذا. ليه؟ معي 100 مليون حقه، معي 100 مليون. الو هب لي قصر في الحمراء. هب لي هب لي يعني شوف، مهما تجيك فلوس الا ان الله جا فيك. نعم لازم مهما تحاول العرق. العرق اهم. هبولك هب لي قصر في الحمراء مساحته 2000 متر على اربع شوارع. اسمعني 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 2000 متر في اربع بيوت في النص. يا سلام. بيت لي، بيت الاهلي، بيت الخوي وبيت الخوي الثاني، كذا اربعه. يا سلام حلوين. ضمننا ايش؟ المسكن. المسكن خلاص. اما يجيني واحد يروح معرض قادسيه ويجيني ذا كوليكابتر. كوليكابتر ما ادري انا. بغير السؤال، بغير السؤال. عرفت الثلوج حق السفر. و كم راح من هذا الحين؟ ولا شيء ولا شيء. قول البيت، البيت ذا 2000 متر كله 20 مليون. 20 مليون باقي 80. باقي 80 مليون، نقص منها مليون وذا للجي كلاس، يعني خذيت لي تقريبا 79 مليون. لا مو ب 79، طرف منها 50. لا 78 و720 قل لي شرط الجزاء. شرط الجزاء. واو صح. يوم طلعت ترى دق علي سعود العتيبي قال ادفع على طرف حبه خشم. سلام. بقول لي على طرف حبه خشم، شوف الحواله بتجيك الحين واحول. كم كم قلت؟ 850. انا طالبك حوله 500. 500 وريال كذا يعني يعني ترى الريال مقدور عليه. ها عرفت. هم بعدها ب 50 مليون طرفها على جنب. كم يصفاننا؟ يصفاننا حول 19 مليون حولها. اروح نيويورك سيتي. مش وين دي؟ دي صوب امريكا انا. اوه واروح في ازتيك ابو جابر واشتري شقه هناك. حلو. وارجع واروح تمنيه، لازم تمنيه، واتزوج ان شاء الله من هناك. اتزوج من تمنيه شهرانيه باذن واحد. انا لازم اتزوج شهرانيه. بتزوج شهرانيه ان شاء الله كان ربي كتب. خلاص عش. حلو. طيب ما اجلس سفره شيء. خلاص رحت نيويورك. نيويورك رحت كوليكابتر. هذا كوليكابتر كيف كيف تبغى لك كوليكابتر؟ والله صراحه انت كذا حياتك طفش. والله انا هنا والله طفش. اجل اساسيات يا اخي، زواج وتزوجت، بيت وامنت، سياره وشريت، 50 مليون بزنس باقي معك يا اخي. ما سافرت يا مسلم انت، باقي شباب. من يتزوج بطلع بسافر انه يا شهر العسل في لا يا اخي. انا اروح، انا ابغى اروح شباب يا اخي، ابغى اروح ما معي الا ثوبي ملابسي اللي علي واتمشى. ما حد يقول لي وينك، ما حد يقول لي تعال ابطيت، ما ابغى الكلام هذا. كل واحد يا اخي حريته، هو انت حياتك كذا متعه. ابغى اتمشى اتمشى. جدد جدد جوازك ابو جابر. ها جدد جوازك بس تعال هنا. باي تعال هنا اسمع. 100 مليون ايش بيصير؟ سمعني اسلم سمعني. رحت انت خالد شفت 100 مليون صح؟ حلوين. بحرق جوالي قدامك فهمت؟ بولع بالايفون 14. ها حلو. ساعه ما حركت بالجوال وش سوي؟ طلع الشريحه. الشريحه مو عجال، اروح اوقف اس تي سي طلع بدل. صح صح صح. لازم طلع الشريحه واطلع من اروح. طبعا مشي الكريلا السيارات موجوده. ما ابي ولا سياره. السيارات هذه مستحيل اركبها يعني. وانت طفران ما مشيت. حلو. جد فلوس تمشي. ففي نص وانا امشي شوف المعاناه، عشان اتذكر اني ما دفعت شرط الجزاء. ارجع احط شريحتي في وين؟ في جوال خالد. عشان تسدد. اي وادخل على الراجل يقول كم تبي؟ يقول لي سعود كم؟ 350,000. بقول لا احول لك مليون. سلام.